لنجاح أي منظومة لأي مؤسسة أي كانت إيه هي. وبالتالي مجموعة المؤسسات أو حتى الأسرة أو الفرد لما يتواصل ويبقى في حوار هتستقر الأمور، هتستقر الأسرة، هيستقر المجتمع، وبالتالي هتستقر الأنظمة اللي إحنا أي كان النظام هيستقر وبهدوء ويحقق الأهداف. إيمان الدولة كان بتمكين وتدريب الشباب، التدريب الجاد وليس الشكل الديكوري. إرادة الدولة المصرية وإنفاذ إرادتها في تمكين الشباب المصري بعد التأهيل المطلوب واللازم ليهم في كل القطاعات، وده اللي احنا جايين ننقله هنا من خلال الحوار الوطني. هنوصل المعلومة ان التمكين ده يبقى على مستوى واسع وأشمل لكل الشباب اللي متواجدة في الجامعات وخارج الجامعات. دايما لما تكون عايز تعمل حوار متوازن سوي تجيب أهل الخبرة وتجيب طاقة الطموح وتقعد الاتنين مع بعض، تطلع أفكار أكتر إبداع خارج الصندوق، وتطلع خبرة فيها آليات تنفيذ للأحلام دي بأقل إمكانيات الخطر.